لماذا لم يبقى أي قيمة في القوة الرسمية الوطنية؟ لماذا لا توجد قوة لحلق الوظائف؟ لماذا أصبحت إيران واحدة من 4 دول من حيث تقدم تزخم الأكبر في العالم؟ أخبرونا أين ذهبت عائدات النفط بقيمة 3 تريليونات دولار خلال عهد خامنئي؟ أخبرونا من أين حصل خامنئي أصول بقيمة 100 مليار دولار تراكمت في لجنته التنفيذية؟ ومن أين جاءت خرابات قوات القدس بمئات المليارات من الدولارات؟ وهو الأمن الداخلي والروزة الرذبية ومؤسسة المتنفين، من أين جاءت العار والخزي على نظام المنالي الفاسد والإجرامي؟ نعم، هذه نتيجة مباشرة لسقوط ما لا يقل عن 60 مليون من أبناء الشعب اللبناني تحت خط الفقر. يجب أن يكون لشعبنا الحق في الصحة، الحق في المأوى، الحق في العمل، الحق في تكفيل النظافات، الحق في الحقوق الذاتية الأبديات، الحق في المشاركة المتساوية في المجتمع، الحق حق المساواة بين المرأة والرجل، الحق في حقوق الشعب.